وما كنت وما أنتم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم، وصحة وسلامة إن شاء الله لكل من يتابعنا، وإن شاء الله أزمة وتزول. بالتأكيد نلتقيكم في برنامجكم الأسبوع المباشر هاف تايم، واليوم حلقتنا مختلفة. اليوم نجوم كبار مثلوا المنتخبات الوطنية وراح تتعرفون عليهم بالتأكيد على ضيوفنا، لكن بعد الفاصل. إذن يوم أمس كانت المباراة الأخيرة من الجولة الأخيرة في المرحلة الأولى، مبروك ألف مبروك لفريق القوة الجوية تأهلهم صدارتهم للدوري للمرحلة الأولى، وكل التوفيق لفرقنا البقية. خلونا نروح نتعرف على نتائج الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى. النتيجة الأبرز هي عودة الروح بالنسبة لفريق الأنيق وفوز كبير على الكهرباء 3-1. عرفنا على النتائج وخلونا نروح نتعرف على موقف الفرق مع نهاية الأسبوع رقم 19. إذن مثل ما شفنا الجوية بصدارة الفرق، وبالتأكيد نفس النقاط الزوراء بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الشرطة. إذن الصراع مستمر بين الزوراء والشرطة على المركز الثاني، والجوية بالصدارة مثل ما تابعتوا. أكيد الكل حاب يعرف من ضيوفنا لهذا اليوم، وبالتأكيد هداف مميز جدا كان بفريقه، وأيضا حارس مرمى أيضا مميز جدا بفريقه. بمناسبة انه مباراة الزوراء والشرطة اللي نتمنى انه بالتأكيد انه تكون يوم الجمعة، بانتظار الاجتماع يوم غد ان شاء الله بين وزير الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية مع وزارة الصحة، وبالتالي نعرف ايش راح يدور من هذا الاجتماع، وراح نعرف انه الدوري راح يستمر او لا، التمارين راح تكون موجودة او لا. عموما قبل نروح نتعرف على ضيوفنا، خلونا ايضا نروح نشوف الهدافين، بما انه اليوم ضيفنا هداف مميز في السابق، نروح نشوف صراع الهدافين وين وصل. لعد قلبكم كل تريد تعرف ضيوفنا. يلا روح لضيوفنا مباشرة، المخرج يقول فاصل، يلا فاصل ونروح لضيوفنا.
تعرفتوا على ضيوفنا من خلال هذه الصور، وخلونا نرحب أجمل ترحيب بالهداف المرعب للنوارس اللاعب السابق الكابتن كريم صدام. نورنا اليوم. الله يبارك فيك، شكرا استاذ هيثم، شكرا جزيلا. يا اهلا ومرحبا. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. وايضا نرحب بالحارس المتالق السابق حارس القيثاره وصلاح الدين الكابتن ابراهيم سالم. مساء الخير، منورنا. مساء النور والسرور عليك حبيبي هيثم، سعيد انه انا اكون ضيفك. الله يسلمك، منورنا اليوم. الله يبارك فيك. كابتن انت ما مقول على ابراهيم سالم؟ لا ابراهيم ما مقول. لا مقول، شلون مقول؟ البارحه قال لي ما مقول. لا واحيانا ما تنقل اللعبات اللي اقول علي بيها. ها كابتن انت قلت ما مقول علي. طبعا تحيه الكبير الله يحفظك كابتن كريم صدام، و نبارك لك العوده اليك. الله يسلمك. اكيد مباريات، احنا يمكن ما اريد اسبق الحديث قبل الاخ الاكبر الكابتن كريم، لكن مباريات يعني في المواسم السابقه قليله النقل وقليل صحيح. النقل وقليل التسجيل، يعني فهذا احنا ما نعاني صراحه، يعني ما توثق المباريات، ما توثقت. انت تتذكر مقول عليك كابتن ولا ما متذكر؟ هو معميل مال عماد هاشم. دائما يسجل. لا بالعكس، احنا كابتن كريم داخل منطقه الجزاء مرعب، الى حسابات مرعب اخرى، لانه اي كره ساقطه اي كره مرتده او كذا ممكن يخليها، تمركزه على مستوى عالي، فبالتالي يعني طبيعي جدا. بس والله احنا مباريات كثير يعني مو ما تتذكر كابتن كريم. لا ابراهيم من الحراس حقيقه، ابراهيم من الحراس اللي نضج سريع بعد الكابتن عماد، وقدر يسيطر على الساحه، يعني اخذ فتره طويله بالساحه. عنده مواصفات الحارس الجيد، يعني بنيه، رده فعل، تعرف هذه الاساسيات عند حارس المرمى، تكون عنده بنيه جسمانيه مميزه، يكون عنده رده فعل، يكون شجاع بالضبط، هذه عناصر جدا جدا مهمه، فكان يتحلى بها الكابتن ابراهيم، كذلك الكابتن عماد، تحيه خاصه له حقيقه. والشرطه معروف عليهم، هم يعني يمكن توافقنا الراي، هم دائما مصنع الحراس بالضبط، فشوف دائما الكابتن رعد وغيره وغيره كثير من النجوم خرجوا من خلال من عباءة نادي الشرطه. صح، راح نرجع للذكريات، لكن خلونا نروح للدوري، نرجع للدوري، وبما انه انت بالمستشار بنادي الزوراء، شنو اخر اخبار الزوراء؟ والله زين الامور، بس ما اخفيك سر، يعني النتائج نوبات تلعب دور، يعني تغير الكابتن راضي جاء، يعني نوع من الوضع النفسي تغير. بس مع الاسف يعني بعد المستوى ما ناضج بالنسبه لنا كاداره حقيقه. شنو السبب رايك؟ هو شوف كل الفرق عانت من هذا الموضوع، يعني حتى الفرق المقدمه يعني الشرطه يفوزون حقيقه، بس مو هي القناعه اللي تحس فيها كمتابع رياضي احكي له، مو هذا طموحنا. ربما الجانح اثرت كورونا، الانقطاع هاي الفتره الطويله، كذلك الوضع المالي اثر بشكل او باخر او الجمهور يمكن. طبعا لا، هو قلت لك يعني عدم حضور الجمهور من العناصر الاساسيه والمهمه في نجاح اللعبه. العالم ده يعاني من هذا الموضوع، فكيف الكره العراقيه عانت، يعني خصوصا فرق الجماهيريه، الزوراء تعرف يملك جمهور متميز، فغيابه عن المباراه تاثر بشكل كبير على الفريق. كابتن ابراهيم، ما انت مشرف على بس قريب اكيد مشرف على الشباب؟ شباب النادي اي، بس انت قريب على الفريق. لا طبعا اكيد، يعني مثل ما تفضل كابتن كريم، اليوم المستوى متذبذب لاغلب الفرق، قد يكون نادي الشرطه هو تحت الانظار من خلال لاعبي المنتخب، من خلال استقطابات، من خلال الوضع المالي صح. المستقر لنادي الشرطه، فدائما ما نعيش تحت الضغط، يعني دائما حتى اللاعب اللي يجينا انه دائما لازم يقدم، احنا دافعين لك هالقد لازم تقدم. لا اي تعرف، شوف هي هاي الحسابات اللي خلت، شوف احنا حتى لاعبينا وان كانوا بالمنتخب تحت الضغوط تشوفه يعني ما يقدم، يفقد الكثير من يفقد الكثير من مميزاته. هو احنا قريبين عليهم، وكثير من اللاعبين صراحه عايشين ولا زالوا تحت الضغط. شوف احنا مباراتنا الاخيره امام الصناعات، لو تلاحظ يعني اللاعبين طلعوا من المباراة بعيدين عن الهدف، بعيدين يعني عن الهدف، لعبنا قليلة. المهم شلون نسجل، يعني مو الهدوء وطريقة اللعب وكذا. فكل الفرق انا اعتبرها انه يعني تذبذب بالمستوى، ما يعني مستقر. توافقون الرأي انه الفرق اللي ما عندها جمهور
استفادت من أكثر من الجائحه خصوصا هذا الموسم. شفنا الكرخ حرج الزوراء طبعًا. شفنا البارحه الصناعات حرج كل الفرق الشرطة. شوف استاذ هيثم المشكله او هي الحقيقه نقول عليها الفرق الغير جماهيريه جاء ويملك نقطه جاي قاتل من اجل النقطه بين الفريق الجماهيري جاي قاتل من اجل ثلاث نقاط يعني داخل المباراه وخاسر يعني فلذلك شوف تحت ضغط ايش ما يمضي الوقت نحو الامام ايش ما تزيد ضغوطاته لو كان يحسب للجمهور شلون انا راح اقابل الجمهور لحد الان جمهور الجماهير هنا شوف صار تعويض السوشيال ميديا يعني شوف الفريق من يخسر شوف الاعلام شلون يشتغل ضده وكثير اللاعب متابع عنده اهل عنده اصدقاء عنده قرايب فتوصل له رساله حتى لو ما سوى له مثلا حساب توصل له رسائل يعني استنكار والزعل والناس تقيم الجهد يعني انت صاحبك مقدم برامج من يقول لك كل زين بارك الله بيك تعطيك نوع من القوه من تعطيك احباط ياثر على وضعك فكذلك اللاعب فشوف مو كلهم محبين يعني خصوصا في النتائج السلبيه التعادل يعتبر سلبي زوراء طلبة الشرطة الفرق أغلبها يعني غير الجماهيرية يعني الفرق الجماهيرية قصدي الفرق غير الجماهيرية كسب لهم يعني صناعة الكهرباء كانوا يعانون بعد ما جاء الكابتن عباس عبود ما شاء الله عليه قدر يغير بشكل أو بآخر أخذ النقطة هذا كسب له بينما الشرطة خسر نقطتين فهنا شوف الحسابات العلوية شكل وحسابات الأدنى شكل صحيح. آخر لذلك شوف الفرق الجماهيرية دائما تجي تحت الضغط جاية وخسرانة نقطتين يعني هاي النقطتين يعني اللي كاسبها الفريق لما يعني اخذ نقطه فراحت منها نقطتين بالتراكميه راح تصير هوايه عليه لذلك شو هسه شوف الفرق الجماهيريه بالتعادلات تخسر مو بالخساره صحيح يعني تقعد خساره واحده نعم بس الزوراء هاي تعادلوا اي فثلاث تعادلات اربعه اذا تحسبها تطلع فد لعبتين ثلاثه انت خسران بالمجموع فهنا ضغوطاتكم من هذا الاتجاه طيب كابتن ابراهيم الشرطه انت متابعهم اكيد شنو رايك بهم هذا الموسم؟ شوف دائما الشرطه وجماهيره وادارته انه دائما تبحث عن المركز الاول. فبالتالي هي هاي الضغوطات اللي على النادي. نعم. يعني كنادي الشرطه دائما يعني المركز الثاني والثالث ما يقبلون، احنا نعاني من هذا الشيء وقلت لك تحت ضغوطات نصير. لكن نمتلك لاعبين على مستوى عالي، نمتلك كمدرب انا اعتبره مدرب جيد. تركيزنا الحالي انه احنا نمثل العراق بالبطوله الاسيويه. نعم. ودائما ما نبحث انه شلون تعرف المشاركه الاخيره لنادي الشرطه كانت مميزه صراحه رغم انه احنا ما تاهلنا لكن في كل الاحوال نادي الشرطه يبقى المرشح مع الزوراء والجويه. نعم. انه بطل دوري صراحه. طيب الدوري لحد الان وانتهت المرحله الاولى منو اللي عجبكم من الفرق كابتن؟ والله ما اخفيك سر احنا يعني انا بروح اتابع مثلا نادي الزوراء كنت تحت ضغوطات يعني شو يمضي الوقت كنت تحت ضغط فتفروا عنك الوضع الفني تفكر بالنتيجه يعني ما شفت لا تشوف بس تكون تحت ضغط نفسي يعني انت ايش ما يمضي الوقت المباراة ايش ما تحس انه وضعك مو تمام وخصوصا اذا سجل فريق الخصم امامك فشوف قلت لك هاي الفرق تمر في وضع صعب لذلك شوف هسه دورينا ماكو نجم مميز يعني يقول هذا النجم مميز باي فريق زين من اللاعب يشبهك؟ والله ما حد يتكرر انا شفت يعني ما اعرف من خلال الفيديوهات القديمه المباراة اللي نشوفها مباراة من الذاكره اشوف علاء عباس قريب على مستواك ما اعرف كل واحد عنده خصوصيه يعني شوف اللاعب ما يتكرر يعني لربما قريب على يعني لربما يعطي الشيء الاكثر للكابتن الله يرحمه احمد راضي عنده خفه وسرعه العاب الراس يجيتها بعد من يشبهك؟ قريب منو قريب على ستايلك؟ والله انت تتابع ما اقدر اقول ابراهيم ابراهيم من اللي يشبهه باللاعب؟ هي مميزات عند اللاعبين يعني منو مميزات قد يكون ابو غيث انه كان مو سريع لكن هداف تفهم؟ أيه. مثلا انا كحارس مرمى اعطيك مميزات اللاعبين صاحب عباس سريع وهداف ومهاري يعني حسام فوزي مو سريع لا. لكن شنو كنترول عالي داخل منطقه الجزاء من تريد تجي احنا نحسب لهم حسابات الكرات العاليه ابو غيث يمتاز بيها أيه المرحوم احمد راضي يمتاز بيها اكو لاعب مثلا معين
هسه ما جاوب ما جاوبتني ست. وين ودانا؟ اتكلم صراحه اتكلم صراحه صح. ماكو 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 لا لا احنا في سبيل. زين منين اللي قاعد يشبه ابراهيم سالم؟ ابراهيم سالم لا كحراس شوف كحراس. احنا لاما نجامل لاما نسولف يعني مرات احنا كنا نلعب بثقه عاليه نخطئ لكن من يعني مباريات يعني خمسه سته ممكن تخطئ. اليوم الحارس احنا شو نشوفه؟ كل مباراه يخطئ؟ لا عندنا حراس لكن الحارس يخطئ ويكرر الخطا. هذا شو السبب؟ لا شوف احنا اول لازم نقبلها سبب مو؟ صحيح. شوف طبعا اكيد احنا مثلا بدينا بيمن بالفئات العمريه. هذا جانب مهم يعني انا صعدت للفريق الاول الله يرحمه الكابتن عبد الكاظم لعبنا دوري الشباب قبل الفريق الاول. وبالتالي لو تلاحظ المدربين اللي اشرفوا كان الله يذكره بالخير دقرص عزيز نعم. الكابتن رياض نوري في فريق الشباب مظفر نوري الله يرحمه نعم. في الناشئين حتى وانتقلنا لفريق الظل كان طبعا الكابتن سادة نعام ولطيف شندل نوجه لهم التحيه كان المرحوم طارق عزيز كان يدرب الظل شوف وين تدرجنا ابو غيث لعبنا بكل هاي الفرق بحيث وصلنا للفريق الاول ناضج راسا قال لك هذا منين جاهز لا انا منين جاهز من القاعده الحقيقيه هذه ما موجوده خيثم اليوم صحيح. اليوم احنا نعاني انه دوري شباب ناشئين اشبال وهم دور الحراس هم مدربي الحراس لا مدربي الحراس اليوم خلي شويه نعوف هاي المجاملات البعض منهم النسبة الأكبر أنه اعتبرت وظيفة فرق بين أنه مدرب ترى هو المدرب مو بس يمرن يعني جاهزة نفسيا أنا دا أشوف أغلب الحراس ما جاهزين لا نفسيا لا هي مو بالتمارين اليوم إحنا وين نعاني دائما من الحراس مرات لنجيب الفيديوهات هذا اللي موجود بكل العالم على الانترنت تطلع تمرين أجي أطبق الحارس هو الحارس الشيء شنو المفروض؟ المفروض يتمركز صح، ينتقل صح، يقطع صح. تقلل اخطائك، دائما من نحكي ويا الحراس نقول لهم احنا 75% من الاهداف من الجانب. زين انت تجربتها على الحراس بوقتكم انا اشوف المباريات القديمه ولحقت على بعض المباريات منطقه الجزاء كل الحارس. صح. يعني تقول اسد واقف هسه الحارس واقف جو العمود والعارضة هذا ما نعاني من عنده اولا هاي ثقه وشجاعه هاي ميزه عند الحارس يعني انا اعتبر الحارس اللي ما يخرج للكرات العاليه مو ثقه ومو امان لانه انت من تطلع الكرات العاليه الجانبيه الكورنر تحسم موقف وتريح فريقك صح في بعض الاحيان كنا من ضربات الزاويه من اريد اخذها متفق مع المهاجم انه روح يعني من استلمها روح انفرادة للمهاجم وصارت كثير من الهدف مرتدة تصير صح احنا ما نبخس حق الحراس حاليا لكن جلال حسن يمر بافضل حالاته احمد باسل في افضل حالاته ياسين كريم جدا يعجبني انا هذا الحارس خاف انسى مصطفى سعدون بالنفط كثير عندنا حراس لكن نحتاج وقت ونحتاج اعطاء اهميه لدور مدرب الحراس حارس مرمى القاسم هم شفته حارس حراس شباب لكن ما نقدر نحكم عليهم احنا ما نريد في مباراه ومباراتين انه يستحق منتخب لا المنتخب مو سهل انه انت تمثل صح. يعني لا تستعجلون عليهم لا تخلوهم هم بحاجه الى مباريات كثيره ويخطئون وطبيعي جدا انه يخطئ لانه باستمرار بالمباريات لكن احنا نحتاج انه مدرب الحراس تكون الى اكبر قيمة داخل حتى الكادر التدريبي. طيب. كابتن كريم من المدافع بوقتك اللي كان مزعج تحسب له ألف حساب. والله لا كثيرين يعني كانوا. أكثر واحد. يعني الكابتن ناظم الله يرحمه عدنان درجال كان مطشر من المدافعين اللي الرائعين حقيقي يسوي لك مشاكل ما ينطوك فرصه حمزه هادي كان بس مثل ما قال الكابتن احنا كنا قبل يعني انا كنت خصم يعني من فتره الزوراء. أنا كنت مستفيد من المرحوم أحمد يعني دائما تكون هو القمة هو يلتهون به يلتهون بالضبط به فأنا دائما تكون له فرص يعني أغلب أهدافي هو يهيئ لي إياها وأسجل ونفس الشيء بالعكس أحيانا تصير أنت تهيئ فإيه
نوبات يعني هي انطلق الى جمله جدا مهمه كلمه الكابتن ابراهيم الثقه بالنفس. احنا شوف الزهراء كنا ما فد يوم جينا الملعب وعندنا شك نفوز خايفين لا نفوز ما كنتوا خايفين ابد ما جينا بيوم لعبه وعندنا شك انهم نفوز دائما عندنا ثقه نسجل وانا خصوصا انا افكر يعني انا السؤال اللي بتسالك يا شنو الفرق جيلكم عن هذا الجيل؟ انا كنت اسجل يعني ماكو مباريات ما اسجل بها من ما سجلت فاصنع هدف تعرف صناعة الهدف أحيانا تكون أصعب من الهدف طبعاً. فلذلك تعززت ثقتنا بنفسنا يعني الفرق أنه الثقة بالنفس هذا عنصر أساسي بحيث أنت مهما يكون أمامك المدافع مهما يكون أمامك الفريق اعرف قيمتك في أي نادي تلعب في أي فريق انظر نفسك بعيون الآخرين أنت زوراء أنت نجم أنت لاعب موهوب أنت محسود في هذا الفريق فهذا شلون نترجمه إلى عمل ما ترجمه تكون يعني تحت الضغط الخصم بالعكس اكون عندي ثقه بنفسي الكرات العاليه الي المشتركات الي عندي وراي جمهور قاعده عريضه جدا بحيث انا حتى الخطا يصير صح وتكسب راسا من سجل تكسب رضا الجمهور وفرحتهم وتعكس ما تملكه من شجاعه بالملعب هذا كله يترجم الى لعب في المباراه بس من تجي مهزوم قبل المباراه انه اليوم ما اقدر اسجل او اخاف من المدافع هنا المشكله كابتن ابراهيم من المهاجم اللي كان مخوفك والله يساعدك انت كلهم لا لا الله يساعدك بوقته كلهم مهاجمين اكو معلومه انه في كل فريق اريد اعدلها صح من عاد الناصر ومحمد عبد الحسين بالبصره محمد فتحي بالموصل اذا ما نريد نترك الانديه الجماهيريه والمعروفين حيدر عايد هداف دوري مع الناصريه رحيم حميد كان بالجيش حيدر نجم النجم علي هاشم وحيدر هاي ناهيك عن انه الانديه الجماهيريه صحيح اللي موجوده اكرم عمانوئيل وولي الظهد واحمد خضير كلها سجل اترك كريم صدام وحسام فوزي وصاحب عباس ورزاق فرحان ورزاق فرحان واحد من افضل المهاجمين صح انت هو ذكر صاحب عباس يمكن بقول عليك هو واحد لا صاحب مزعج صار هداف براسه فديوم خلي انت جبت على صاحب تدري احنا اكو مرات نطفه نسميها يعني تطفه بهاي اللعبه فاني اكون المقربين من طافي لا تلعبني وهاي معاناتي تعاني المدربين اليوم قال لي بس اوقف هيك يا باني مو واقف التعلاقه مال الملابس المهم فلعبت المهم الكرخ كنت العب بالكرخ فخسرنا 4-1 هاي ما الستة هم قول عليكم لا 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 انا ما واصل الستة ولا قول على الكرخ 4-4-1 دباع فانا رحت اللعبة خلصت وانتهى الموضوع فقبل كان يطلع برنامج رسالة الدوري فانا قاعد اتفرج الاول صاحب عباس ثاني صاحب عباس الثالث صاحب عباس انت متدربين ما ادري في الملعب ما ادري صاحب مقول طفي قلت لهم لا انتم لو لازمين صاحب عباس فعلى العموم صاحب من هاي ذكرى هو يا صاحب لا احنا شوف علاقاتنا لحد هاي اللحظه تواصل وطيبه الحمد لله هذا الجيل مالنا جيل التسعينات جيل التسعينات وكلهم انا انحاز لهم صراحه لانه لاعبين اولا ما اخذوا حقوقهم اذا نريد نجي على الحقوق لا اعلاميا لا منتخبات لا استفاده ماليه مع العلم امكانياتهم نعطيني اي لاعب من عندهم ترى على فكره اللي كان يمثل الجويه والزوراء والاحتياط كان نجم صعب انه تمثل هاي الانديه ويعني انا هم كان لي الشرف اني امثل الزوراء موسم 97 نعم صح دوري ابطال اسيا ولعبت يعني للزوراء زين قبل لا نروح عندنا فقرات بس احكي لنا على هذا الموضوع شنو الصميط؟ ما الصميط؟ هاي كنا موسم 91-92 عماد هاشم يلعب وانا احتياط فيلعب ما يلعبوني ما ينطوني فرصه امس يوم مشاكل مثل لا ما كانت عماد الحتاي اللحظه بتعرف علاقتنا بس كان التنافس لانه انا ايش قلت لهم اذا قعدت عماد انا العب اول كمنتخب بطني وبالفعل صارت فعماد يجي ويلعب يلعبوا فبذاك اليوم جيت جوعان اني من تدري من نفسك مثلا هسه عماد لعب هسه انا جوعان ومحافظ خلاه كان بالصميط بالملعب تذكر ابو غيثي بالجمهور يجي
وكان منه بالسياج، فقلت له جيب الصينيه، قال لي ولي فلوس، قلت له بالمنزع منه اطلع انا اعطيك اياها، يعني كرت خمسه سته اكبر على قلبك. المهم باوعت هيجي قاعد، شفت عماد سوى هيك، قلت لهم هسه يقوم يا معود ابو الغيره. فالمهم قمت اتحركت، حسيت وين الصميم وقفت هنا، فنزلت اللعبه استوها صارت انفراد. احمد دحام بالكرخ ما ادري ايش سوى، هي ثاني اخذت الكره داس على ظهري طلع الصميم رحم الله والديه. زين سوى هاي رساله للحراس لا تاكلون الصميم لان الصميم. خلينا نروح نشوف عندنا فيديو الاول للكابتن كريم صدام، شوفه وتعلقنا عليه بعدين. عدم تاخير اللعب، وهي كره عاليه. ابراهيم عبد نادر، كريم، كريم صدام، كريم يتقدم، ينفرد كريم، الهدف الاول للزوراء، هدف جميل للزوراء. كريم صدام في كرة جميلة إلى أعلى الزاوية وعلى يسار عماد هاشم. إذن كان هذا الهدف، هدف الكابتن كريم صدام في مرمى الشرطة موسم 90-91. هذا يمكن المباراة انتهت 90 الصور، لا 90-91 90 اللي انتهت 1-0 لمصلحه الزوراء. هاي يمكن اتذكر الدور السابع الثامن كانوا الشرطه متصدرين احنا وراهم اتذكر، ففي حال فوزنا نكون نقفز على المركز الاول. فجينا مثل ما قلت لك قبل قليل انه ايش ما الفريق يقوى، ايش ما الفريق يكون ثقيل امامنا، ايش ما تتعزز الثقه بنفسنا. لذلك شوف نزلنا ما اخفيك سر، يعني من دخلنا بالجمهور يعني انا يعني صارت عندي رهبه من الجمهور، وضع مو طبيعي. شفت الجمهور اللي حضر، بس احنا كنا يعني كبار بالنسبه للاعبين الاخرين، انا والكابتن احمد والبقيه. تعزز الثقه من سيطرنا على المباراه، يعني امتلكنا الكره، بقينا العباس، بقينا يعني كنترولنا صار عالي. يعني صارت اكثر من هجمه، اكثر من فرصه قبل هذا الهدف، فتعزز الثقه في حالنا. فكان انا عندي شعور اسجل، يعني انا او الكابتن احمد كان ممكن نسجل. لذلك شوف على الكره من سلام عمر، نوجه له تحيه وسلام. ضغطنا عليهم، شوف لو تلاحظ ابراهيم ابو هيا واني كنا ضغطنا على الكره، خطا فردي تواجهت انا خلال دحرجت بالكره، كان بيناتنا يمكن سيد اللاعب شو وسط رعد كاظم، رعد سيد رعد بينات بينه وبين ابو هيا الله يرحمه. انا فكرت انطي باص او اشوت على الهدف. من صرت قريب عماد كان من افضل اللاعبين بالمباراه، من افضل اللاعبين، يعني عماد طلع كرات لربما يذكر كان ابراهيم كان على المس، كان بالثلاث ياردات الكابتن الله يرحمه الكابتن بالضبط، انطيته كره وطلع. فبقى عنده خيار واحد، اذا تلعبها بداخل القدم على الجانب رده فعل عماد جدا قويه. لذلك شوف من صارت فشتت عليه، يعني هو قبل الزاويه بالضبط توقعك انه راح تشوت، اي بالضبط. فمن شتتها انت طالما صرت في حيز الهدف والشوط قوي اكيد تروح بالهدف، وهذا اللي يقول الحارس من تواجه تشوت، فما تعطي خيار، يعني ما تعطي خيار. لذلك شو عماد من وقع ما قدر يشيت مديده لانه شوط قوي، منطقه قريبه، فعندك يبقى خيار واحد، يعني ما صار عندك ازدواجيه بالتفكير. لذلك احنا دائما ننصح المهاجمين نقول له اخذ قرار ونفذ، لا تبقى بين قولته بمحتار بين التنفيذ وعدم التنفيذ، يعني ربع ثواني تروح منك الكره. لذلك الحسم ضروري جدا في هذه المناطق. هذا الهدف بشغلات غريبه، اولا الجمهور اللي كان نازل على التراك، نعم، والشيء الثاني واحد عيط ما اعرف منه، هذا محب للزهراء قريب على محمد حسين المعلق الله يعطيه الصحه والسلامه، فالظاهر هذا محترق اعصابه، فالصوت طلع قبل صوت المعلق. هذا واحد من محبي الزهراء، محبي الزهراء اكثر من المعلق. اي فعلا، فرد هي اللعبه كانت كلها على بعضها حلو. رغم انه بها هدف واحد، بس كانوا الشرطه فريق رائع جدا، خطرونا، ضربوا بالعارضه بالعمود، وعندهم اكثر من كره خطره علينا، كانت يعني ممكن كفه الفريقين تميل لاحد الفريقين بشكل او باخر. بس احنا كنا في هذا الموسم
يعني كانت عندنا ثقه في نفسه مو طبيعيه. احنا يمكن طلعنا الثاني بهذا الموسم اللي فقدنا فرق نقطه مع الجويه، فالفريق ما كان مليان يعني لاعبين. اتذكر احنا يمكن 13 او 14 لاعب كملنا دوري، يعني ما لنا تغييرات هواي. فاستقرار انت من تلعب، انا مثلا من العب الا لا سمح الله اصاب ولا اطلع، ماكو فد يوم بدلون على مستوى. لا ماكو. يعني مثلا كابتن احمد الله يرحمه، ابراهيم عبد النادر، رائد خليل، الكل مستقر. انت ما يستقر ذهنك بحيث انت عندك مساحه كبيره وممكن تقدم، هنا تبدا تعزز ثقتك في حالك وممكن تسجل. الحمد لله قلت لك يعني يمكن في هذا الدوري الهداف، اللي قبله كنت هداف، اللي بعده كنت هداف. هذا ما اجى من 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 عبث، ما اجى من ثقه بالنفس، تعاون زملائك، ترجمه جهود زملائك لاهداف. اكيد التدريب له دور فعال مهم. صح. نعم. هذا الموسم فازوا عليكم هسه، حتى راضيك بعد وراضي جمهور الشرطه. الموسم اللي بعدها غلبتوهم 2-0. اي الكابتن يونس عبد العزيز مرتين، يونس هم سجل، يونس سجل، لا اكو لعبتين لعبه يمكن واحد صفر الذهاب والسجل، وهاي الثانيه ايام مطر. هذا المطر قوي، مطر هذه المباراه ما انساها. طيب خلينا نروح نشوف، بما انه ما تنساها خلينا نرجعك للماضي ونشوف هذه اللقطات وايضا التعليق للكابتن ابراهيم سالم. يقدر يحول عادل، حولها عاليه داخل منطقه الجزاء ويمسك ابراهيم سالم حارس المرمى. فريق الشرطه هو اكثر تنقل للكرات واكثر استحواذ على الكره. شاكر حول خطره كانت، يعني كره من المدافع يخلصها ابراهيم سالم. اليوم كان يقرب، كان منتبه، قدر ان يخلص فريقه من ثلاث كرات مهمه، يعني كره رغم كونها مباغته قدر ابراهيم سالم المنتبه يخلصها الى ضربه زاويه. يونس ويسجل الهدف الثاني من ضربه راس، ايضا ضربه راس يسجل منها يونس عبد علي الهدف الثاني في الدقيقه 48 من الشوط الثاني من المباراه. يونس يسجل. سلام عمر، تروح سهله للحارس ابراهيم سالم. الحكم ينظر الى ساعته الان وصفر الحكم. خلت لك حصره. لا هذه على فكره انه اكو لقطات كثير بهاي بعد اكو هاي المباراه ما انساها، لانه كان تحت ظروف معينه. هنا بديت العب اني زميلي عماد انصاب، فاخذت الفرصه وبديت، يعني شايف اللي يقول لك انا انتظر هالفرصه، فجتني الفرصه هاي بعد هاي المباراه التحقت بالمنتخب. قلت له خذ راحتك العماد. لا هو تنافس. هو تنافس. آلي مو عماد واحد من افضل حراس العراق. صعب يتعوض. واحنا شوف، والدليل هسه صبر الحارس. انا 4 سنين قاعد يعني احتياط. رحت استعاره للكرخ موسم 90 اتصور. قبل عليك صح. ورجعت اليوم الحارس اذا ما يلعب موسم راسا يروح، شوف الصبر مالنا اللي كان. فانا من قاعد العماد اللي هو الاول بالعراق، فمن اجت هاي الفرصه، هاي المباراه كانت بها نوع من الاستفزاز. وجه له التحيه الكابتن انور جسام. كنا كلاعبين نادي الشرطه تدري قبل لا عقود ولا شيء، بس الملابس. يعني هاي التجهيزات. ملابس من السيد عيدان. السيد عيدان الله يوجه له التحيه، هو لو ما عندنا ولان باقي من الحفل لهم سالفه، هذا لازم ثاني يوم وين هو السيد. اقول لك فضل على الرياضه العراقيه السيد. هاي المباراة كابتن انور جسام صرح قال انا عندي مباراة مهمة مع الكوت مو مع الشرطة. استفز لاعبين الشرطة بهاي المباراة، والدليل لو تلاحظ المباراة الشرطة كلهم قدموا واحد من اجمل المباريات. تعرف الزوراء والشرطة طعام، انت شفت المي والمطر والطين ولا كأنه عبالك يعني اللاعبين. فهذا الفرق، وهاي مباراة انا اعتبرها هويتي لجمهور الزوراء وجمهور الشرطه اللي هسه يتذكروها الجماهير القديمه. وبعدها فزنا، كان ابو غيث يلعب 1-0. اي فزنا 1-0 هم ايضا يونس عبد علي، يعني يونس عبد علي رجله عدل على الزوراء مثل ما قال كابتن معميل الشرطه. يونس عبد علي معميل الجليل. يونس معميل وعامر. هي شوف حتى من تلاحظ الحراس احنا، يعني انا وعماد بالشرطه، جليل وعامر بالزوراء، عمر وهاشم بالجويه. شوف التنافس.
يعني سير صابر وهيثم خليل وكثير بالطلبة. من الحراس بالطلبه كلهم لاعبين منتخبات وطنيه، فالتنافس قوي يعني انت من اجل المنتخب الوطني طموحك كله، لا تريد الماديات ولا الفلوس، منتخب انه تمثل منتخب الوطني. طيب كابتن اعطيني تشكيله للزوراء حديث وقديم. لا صعب يعني تحرجنا بهذا إيه صعب. لا صعب صعب زعل يعني لا لا مو زعل لا صعب 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 صعب, صعب جدا. إيه ليش يزعل؟ انا مو مع هاي الفكره يعني هذا السؤال مع جل احترام لك هو يسال يعني تظلم كثير من اللاعبين هذا اذا اسوي لك مهاجمين زوراء كلهم جديرين بهذا المركز ما اقدر استغنى عن اي واحد كذاك لاعبي الوسط يعني تجيب من وتعوف من فهذا ترك هذا ترك كابتن ابراهيم ترك صعب تاريخ نادي الشرطه من الاليات لحد هاي اللحظه عمالقه اسماء جدا مهمه مثل زين بمن تاثرت اول ما بديت كره القدم؟ لا كره القدم اكيد انا ما اخفيك سر اول ما تاثرت كاظم معل الله يرحمه كنا صغار ويلعب هو بالمنتخب شباب يعني شوف شكله كشطب ريحان العاب الهواء كنترول العالي شكله جميل على بعضه فيعجبك وكان كاظم الله يرحمه كان قريب اتذكر يمكن حكيها اكثر من مره فاليوم انا صاعد مصلحه مال نقل الركاب فانت تمشي المصلحه اكو قطعه يوقف في قطعه فانا ظهري هيك واقف فشفت واحد ركضته غير مو طبيعي يا اخي ولابس قميص هيك بنفسجي هيك ماروني هيك فلحق فدايد لحق بالقطعه ركض بس ركض مميزه وصل بالقطعه انفتحت الباب صعد ولا بيه كاظم معل هذا الانيق العطر مالته انا احب ابو علي هيك مو ابو علي بس ادير وجهي فيعني كان العاب الهواء يعني هو هذا الرجل الله يرحمه ومضه اجى شكل ومضه وبعدين اكيد تاثرنا بالكابتن فلاح حسن علي كاظم دول الناس اللي كانوا بالاضافه الى مهاراتهم الفرديه باخلاقهم والتزامهم يعني شوف نادر ما ياخذون انذار نادر ما يكونون عندهم شغب امام الخصم امام الزملاء لذلك انا يعني يمكن اكثر موسم ما كان عندي انذار لانه تاثرنا بالناس اللي كانت بالاضافه الى مستوى اخلاقها يعني اخلاقها هذه مدى بعيد فالحمد لله يعني كانت الكره العراقيه زاخره بكثير من اللاعبين. كابتن ابراهيم بما تاثرت؟ طبعا اكيد شوف احنا مثل ما يمتاز نادي الزوراء انه بالمهاجمين نادي الشرطه هذا المكان انه صحيح كحراسه مرمى كلها من المرحوم ستار خلاف الى لطيف شندل الى يعني كابتن رعد رعد حمودي احنا انت بما تاثرت؟ انا عباره عن رعد حمودي يعني رعد حمودي يعني جدا مأثر بك اثر بي خلاني كحارس مرمى وحب نادي الشرطه من خلال رعد حمودي الصراحه رعد حمودي اولا كان بعيد عن المستوى انه قائد وشخصيه هاي الميزه اللي امتاز بيها كاريزما اللي شايلها كان طبعا ويعني رعد حمودي فد شيء فمن خلاله بدينا اللي اتمنى ان تعود يعود دور الفئات العمريه ان شاء الله وتعود المدرسه الشرطاويه لحراس المرمى ان شاء الله ان شاء الله واكو مشروع احنا وياك على برنامج الحراس ان شاء الله انا حاضر بالعكس وهذا اشكرك انا واشكر القناه لانه هذا المركز كمدربين حراس مرمى وكحراس مرمى يستحقون انه تتابعهم وتقيمهم بس انا عندي سؤال لابو غيث اللي هسه يعني هسه من صار قدامي لا الصراحه اكو موسم من المواسم انه تنافسوا على لقب الدوري هو الكابتن احمد رابح ما اعرف 93 94 هيك مو لا يمكن الموسم الاخير ما لا لا ما قبل الاخير ما قبل الاخير فبهذه الاجواء انا احب اريد اساله يعني شلون اثنين هدافين هي اخر مباراه مع المينا موقف ما ادري يتذكره الكابتن يمكن انتم كنتوا نفس الاهداف وحده صنع لك يمكن ما ادري انت صنعت له مو هذا بموضوع يعني اخر لقاء ويا الله يرحمه كنا بالعراقيه برمضان هو حكى الموقف هو كان ببالي بس انا ما اقدر احكي بالحسابات اثنيناتكم سوا لا هو اقل منه هدف فمشت سوونا 18 سوونا ماكو فهو حكاه يعني الله يرحمه قال انا ما كنت يعني بس مشت هي يعني متعادلين انا كنت ادري بس ما اتجرا اقول انه انا اكثر من تهديفا لذلك شوف حتى يعني اللي شاف كانت مباراتنا احنا اخذنا الدوري قبل دورين يمكن فبقت مباراتنا الاخيره مع الميناء فاجى الجمهور حتى يشوف مين راح يصير هداف
وهنا جلت حب النادي ونكران الذات وكثير من الامور. كنت انطي فرص ينطيني فرص بعيدين عن هالموضوع، والجمهور كله كان يراقب لان دوره اخذناه، الجمهور كله يراقب من الهدف من يصير الهدف، وجت الكره يمكن منها وصناعها بشكل او باخر وقدرت اسجل، وكان اول مهنيين هي لك براسه اول عرضيه كانت ضد البناء فكان اول مهنيين هو بالنسبه لي يعني فجأة قصدي الالفه اللي كنا نعيش فيها كنا نكران ذات يعني صحيح. نعم عندنا فقره لو كنت، وخلونا نروح نشوف اول فقره المن، يلا نشوف لو كنت والكابتن ابراهيم سالم. لو كنت مقدم للبرامج الرياضيه تختار لي ضيفين من الرياضه يعني كرياضيين يعني حاليا سابقين كيفك انت مقدم بعد؟ اولا اختار الكابتن رعد حمودي كاداري. لا احنا نريد ضيوف البرنامجك، انت مقدم برامج هسه صارت بس اثنين يعني وبس هاي الحلقه اي هاي الحلقه وبعد تعتزل يجوز تعطل اي يجوز والله هي ما شاء الله اذا اريد هي خاف بس لا تقول لي صاحب عباس لا خاف نتكلم على امور احنا البرامج الرياضيه اريد الضيف الضيف اعطينا الضيف وبعدين نعلق الضيف ضيفين فقط اثنين يعني سؤال صعب صعب وبالنسبه له صعب استضيف شخصيتين اعلاميه مو رياضيه اعلاميه رياضيه كيفك استضيف الاخ عمر رياض والاخ حيدر زك ليش تقول اثنين استضيفهم يعني تعرف عندي رغبه انه انا كثير من الاسئله اوجهها لهم اوكي ان شاء الله صار مقدم ان شاء الله تستضيفهم ان شاء الله خلينا نشوف الكابتن كريم رجعناك هسه عمرك 20 سنة والله حلم اوكي طبعا 20 سنة هسه انت عمرك نعم ايش تختار يا نادي اول شيء السؤال الاول يعني من خلال تجربتي والمرة ما كنت تجربة انت عمرك 20 سنة طبعا إيه؟ يعني انا كان يعني الزورة اكيد اطمح العب بالزورة انا بهذا العمر كنت احلم بس هذا الحلم كان بعيد يعني صعب التحقيق بالنسبة لي فاكيد حلم العب بالزورة زورة ايش قد قيمة العقد قيمة العقد اتذكر لا يعني حاليا اكيد أتوقع. اكيد إيه اكيد ما راح اخذ مبلغ عالي لانه الزورة راح يضيف لا عقود بعد اي عقود طبعا في الحب طبعا ايش قد تطلب؟ اكيد معدل ما انا لربما هداف انا هداف بس ما اخلي قيمة العقد عائق امام تقديم للزورة لا مثلا هم عندهم فلوس عندهم فلوس انا اقول لك انا اقول لك ثاني اليمين اسامي جد لا مو انا يعني 400 قليل انا عملت فيه مو انا هالموضوع عملت فيه انا كبير يعني جيت من الرشيد كنا نسجل هدف ب 100 دينار ايام الدنيا جيت للزورة كانت فلاح حسن قال احنا ما نعطي فلوس نعطي اسم وسمعه فبالشهر كانوا يعطون 50 دينار بالشهر انا كنت بقول اسجل 100 دينار وقبلت وجيت واستمريت والحمد لله اللي سويته بالزهراء ما قدرت اسوي يعني انت عمرك 20 سنه تبقى نفس الحاله شيء من اجل شيء يعني مو اضحي بكل الماده اخذ قيمه عقد معقوله بعد ما اخليها نقطه خلاف مع النادي بس راح تجيني يعني المعقوله المعقوله الجزء اخذ لي 100 لان اغلب اللاعبين ياخذون 200 وكذا اذا يعطوني 100 اقبل والله عمي لو كل اللاعبين هدافين هيك اي لا بالعكس راح يضيفوا له اكثر لان شوف راح تديم كقيمه تهديفيه مع هكذا فريق وقيمه الهدف قيمه الهدف مع هكذا فرق غير قيمتها مع الفرق الاخرى يعني انا كثير امشي بالشارع وين ناس تتذكر اهدافي انا ناسيها بس الجمهور يتذكر مو جمهورنا جمهور الشرطه جمهور الجويه لان عالقه بالذكر بينما تسجل مع فرق اخرى مع جل احترامنا انا لعبت هواك فرق ما حد يتذكر طبعا عندي الجماهير يتذكر نعم. يلا خلينا نشوف ابراهيم سالم لو كنت شو مو مقدم توين تطلع لي لو كنت رئيس التطبيعي يعني جبناك من التقديم وديناك التطبيعي شو تسوي؟ يعني انا اشوف عملهم لحد هاي اللحظه جيد تنظيم الدوري على صح مميز هو هذا اللي نريده احنا بدون توقف لكن يعني استعجل فقط بالانتخابات من اجل استقرار والعمل أكثر. لكن هم لحتى هاي اللحظه اسسوا لي شيء صح للمستقبل يعني انت لو رئيس تطبيعيه تستعجل بالانتخابات فقط الانتخابات فقط. من اجل الاستقرار لانه نحتاج الفتره القادمه عندنا منتخب وعندنا تصفيات كاس العالم طيب
كابتن كريم صدام وأيضا لو كنت. لو كنت وزير للشباب والرياضة ايش راح تسوي؟ إذا متوفرة سيولة أكيد راح أدعم الفرق، وخصوصا فرق الجماهيرية، خصوصا معسكرات مباريات، أدعم التطبيقية واستقطب فرق جماهيرية أو فرق عالية المستوى من أجل المباريات التجريبية، وأخطو نفس الخطوة اللي خطاها الكابتن عدنان درجة، مثل استقطب فرق الكويت، استقطب السعودية، استقطب الفرق أخرى، وأعمل بحيث أنا ما أطالب ببطولة الخليج، يا هم يجون يقولوا خل يستضيفونه، ما أقاتل من أجل بطولة الخليج، إنما عملي هو اللي يحفزهم يجون إلى البصرة. يعني أنت تقول لو أكو سيولة، ليش مو أنت تسوي سيولة مثلا لو كنت وزير؟ مو هي المشكلة أسوي قانون الاستثمار، أسوي أشياء إيراد وقت، يعني هو أكيد أنا من أكون على رأس الهرم أفكر في ناس حتى من خارج الوسط الرياضي، أجيب ناس يفكروا لي كيف يوجدوا لي أموال في سبيل مشي وضع المادي، يكون تجار رجال أعمال استثمار، بحيث الاستثمار بمردود مادي للوزارة وللرياضة بصورة عام. صحيح. نعم. إن شاء الله أصير وزير. الله يبارك فيك. يلا نشوف الكابتن إبراهيم سالم. لو كنت مدرب الشرطة. يعني قلت؟ أنا طلعت ري. إيه. هسه أنت مدرب الشرطة. منو اللاعب أو الحارس اللي راح تستقطبه؟ والله الحلوة بنادي الشرطة، صرت حارس وصرت مدرب وصرت عضو إدارة. كلهن. لأن كلهن اشتغلت بنادي الأم المحبب لي. يعني فقط إنه يتوفقون المهاجمين إن شاء الله، محمد داود والمهاجم البرازيلي، فأعتقد هو هذا اي مدرب يتمنى ان يكونون عند هؤلاء اللاعبين. يعني ما سوي شيء بالتشكيله بالخطه بالاستقطاب، لا فقط الاستقرار على التشكيل، لانه كل ما تستقر بالتشكيل كل ما النتائج، يعني التدوير هذه الحالات مرات وان كانت تحت ظروف، لكن انا لو بمكانه انه استقر على التشكيل من اجل. زين هسه انت ذكرتني موضوع، انت قلت لي انه انت 4 سنين قاعد احتياط العماد هاشم. أيه. الحارس صعوبه تبدله مو اذا استقر طبعا يتبدل بالشرطه، ما نشوف هذا الشيء. يعني لا شوف الحارس كل مباراه حارس، الحارس ما تبدله الا الهبوط المستوى او الاصابه او الكارت الاحمر. هذا مو اني، هذا في كل العالم كل حارس، لانه صح هذا مرات اكو انديه عالميه هذا الى الكاس وهذا الى الدوري. أيه. فقط المتغيرات، اليوم انا ضدها المداوره، لانه فلان يزعل ولازم هذا يلعب. المشكله احنا وين صارت عندنا؟ صارت عند عماد هاشم، محمد حميد حارس منتخب، احمد باسل يلعب بالدوري والاسيوي اساسي، وراح محمد حميد امام الكويت لعب اساسي. هنا هم الله يكون بعونه عماد صراحه، يعني انا مو دفاعا عنه، لكن البقاء حاليا احمد باسل يقدم مستويات جدا رائعه، فاعتقد الاستقرار مطلوب. طيب نشوف اخر شيء للكابتن كريم صدام. لو كنت مدرب الزوراء ايش راح تسوي؟ لا اكيد هو الزوراء يملك لاعبين جيدين، يعني ممكن باستراتيجيه معينه، ترى كل مدرب عنده استراتيجيه التعامل مع هذا، فقط اعطي سرعه للعب والضغط في منطقه الخصم. يعني بطء عندكم باللعب، اكو بطء بنقل الكره، يعني دائما التحضير قدام الكرخ بفريق شبابي وسريع. بالضبط، تحضيرنا يعني فتره طويله، يعني تودي وتجيب الكره. الفريق الجماهيري يعني مو فقط الزهراء، اي فريق حتى تحس بقيمتك وتنطي رساله الخصم انه جاي انا افوز عليك. في ملعب الخصم اضغط عليه، اخليه امام ضغط ويعتمد على المرتدات، امن دفاعي واعتمد على المرتدات. الكابتن ده يشتغل بهذا الاتجاه، كابتن راض بهذا الموضوع، بس تعرف كل واحد عنده استراتيجيه بالإيراد وقت حتى يوصل رسالته. خلصت لو كنت، لكن اردت اسالك عن الوصول المحترف لو بعد ان شاء الله بهاليومين ثلاثه يوصل الموريتاني. اكو واحد هم بالطريق، يعني واحد اخر بس يعني الملموس الماده، يعني بحيث صار شيء ملموس انه اللاعب يوصل هالاسبوع ان شاء الله الموريتاني مع الحبيب حسن ان شاء الله. قبل ان نختم كابتن ابراهيم بس على السريع احكي لنا مال ابو عجه شلون ضام الهيا. اي ضام الهيا والله ضام الهيا. ابو عجه تحياتي له، كل المقربين على اليدين يلعبوا يسد القطر دوري ابطال اسيا الطلبه، ف
فراح الدقيقة 89 ومقدم مستوى جدا رائع، فلعب هنا ضربة تسجل الهدف الأول عليك عليه. انتقلنا رجعت البطولة، انتقلنا الأربيل ويا الرمادي أو ويا الجيش، انتقلت سجل الثاني عليك. إيه فلعبنا لعبة أخرى ما أدري ويا من والله، فانتقلت أنا وين عيني، أنا على بعد جمع على الفريق، فلعبها رجعت منها طلعتها، قلت له لو تموت ما أعطيك الهاتف. تحياتي لبعد كابتن كريم حبيبي. نورتنا، الله يحفظك، استمتعت وياك اليوم. أنا أشكرك جدا على الضيافة حبيبي، كلك ذوق، الله يبارك فيك كابتن إبراهيم. نورتنا اليوم، الله يسلمك. واثنين لا تمشي وياهم، لا بعجة ولا صاحب عطاء، أصدقائي ذولا على فكرة، يعني ما بيناتنا زعل متواصلين. أشكرك أنا على الضيافة واتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يسلمك، نورتونا اليوم. الله يحفظك، ان شاء الله تتكرر الزياره ان شاء الله. ان شاء الله صحه وسلامه لكل العراقيين. اتمنى انه نطبق اللي طلبوه من عندنا لجنه الصحه والسلامه، وان شاء الله ازمه والزول. نلتقيكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم. تقبلوا تحياتي، تحيات كل الكادر، مع السلامه.